بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. شوطنا السابع وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان، المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه التحديات المثيرة، مع هذه الانطلاقات الرائعة، مع هذه الأسامي والشعارات الرنانة في هذا العالم الساحر. انطلاقة سليمة ورائعة لهذا الشوط اللي يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي والشعارات أيضا اللي شاركت أيضا منذ سن الطفولة وهي تشارك مع هذا التحدي، مع هذا الاندفاع المثير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا اللي قاد المجموعة واندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأمتار الأولى ومع الكيلومترات الأولى. الصدارة والمقدمة سلهود ومبارك بن سرداح الاعتيبي من يتابع انطلاقة سلهود اللي انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة، باعد المسافة منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام. وبن سرداح على مقدمة هذا الشوط قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة أيضا مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات المثيرة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التحديات أيضا والقدوم والتسلل مع المركز الثاني، مع هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الجميل والرائع. المركز الثاني والتسلل، التسلل في هذه اللحظات، والقدوم أيضا، القدوم من لطام لمحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي. ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة، وأرهني هملول مع المركز الثاني الثالث. ولكن أرى التسلل أيضا من شاهين لنايف بن عبد الله الفهيده المري اللي انطلق أيضا مع المركز الثالث ورابع التحديات. نتابع المركز الرابع في مسافة أيضا ورحلة 8 كيلو. انطلاقاتنا رائعة، نتابع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى الانطلاق أيضا والاندفاع المثير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، مع المركز الرابع، وأرى التسلل، التسلل البايل في هذه اللحظات. يا سلام، المركز الرابع من الجانب الآخر أرى هناك أيضا، أرى سلهود المبارك بن سرداح العتيبي، ومع المركز الخامس الخلاوي لسعيد بن سيف بن بيت بالكديدة. النقلة التالية مع المركز السادس، مع المركز السادس نتابع منجم لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري ينطلق مع المركز السادس والسابع. التحديات رهني سراب لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن بأرم صيحان وسلطان بن نوار بن دخيل الله بن عيد سرع تيبي من ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الثامن. تاسعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك غازي لمحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي، ومع المركز العاشر انطلاق مثير، تحدي جميل. أرى التسلل أيضا، الانطلاق من مياس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، الكوكبة الثلاثية، الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط، ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع التحديات المثيرة والانطلاقات الجميلة، وأرى هناك أيضا اللي قاد المجموعة في هذه اللحظات. نتابع التحدي من
بن مكفي وحاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي اللي انطلق بناموسي هذا الشوط. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك أيضا شاهين 20 أردت تسلل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام حامل رقم 20 أيضا من الجانب الآخر أرى هناك أيضا شاهين لنايف بن عبد الله الفيدة المري من ينطلق مع المركز الثالث والثاني عفوا ومع المركز الثالث القدوم من مصيحان لعبد المانع بن حسين بن مانع بن دواس العجمي يتسلل مع المركز الثالث رابع التحديات القدوم أيضا الانطلاق من مصيحان للسلطان بن نواف بن دخيل الله العتيبي ومع المركز الخامس التحديات أيضا من منجم لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري من يتابع انطلاقة منجم اللي انطلق أيضا مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر أرى هناك غازي ومحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي من يتابع انطلاقة غازي مع المركز السادس. سابع التحديات مياس لمحمد بن حميد بالكديدة أيضا ينطلق مع المركز السادس. سابع التحديات القدوم من صوغان للسلطان بن محمد بن سويلم الكتبي. ولكن أرى التحديات أيضا الانطلاقات الرائعة من غازي محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري ومع المركز التاسع. من الجانب الآخر التحديات من وافي لنهيان بن حمد بن هيان العامري. وعاشر يا سلام رهني عجلان راشد بن محمد بن سعيد المري من يتابع انطلاقة عجلان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا الثاني جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود بالصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة وأرى هناك أيضا شاهين من قاد المجموعة نايف بن عبد الله الفهيدة المري من انطلق بناموس هذا الشوط وقاد المجموعة في هذه اللحظات. نتابع المركز الثاني وأرهني مكفي مع المركز الثاني لحاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي يتسلل مع المركز الثاني. ثالث التحديات القدوم أرهني مصيحان لعبد المانع بن حسين بن مانع بن دواس العجمي قادم أيضا من دولة الكويت للمشاركة مع هذه التحديات المثيرة. ولكن أرى هناك غازي ماخذ الزاوية أيضا مع الانطلاق مع التحدي بهذا الشعار شعار محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي اللي ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام والتسلل من منجم لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري من بدأ ينطلق مع المركز الخامس. وسادسا أيضا من الجانب الآخر أرهني أيضا الشعارات بدأت تتدخل في هذه اللحظات وتنطلق أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البداية وأرهني مكفي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط يقود المجموعة يندفع بناموس هذا الشوط. يا سلام. ولكن أرى الشاهين من بدأ يتسلل في هذه اللحظات بهذا الشعار نايف بن عبد الله بن فهيدة المري من يتابع انطلاقة شاهين اللي انطلق بالصدارة مكفي مع المركز الثاني بالشعار حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي ومع المركز الثالث غازي من الجانب الآخر. غازي يتسلل لمحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي والقدوم يا سلام أرهني مصيحان بدأ يتسلل في هذه اللحظات لعبد المانع بن حسين بن مانع بن دواس العجمي ينطلق مع المركز الرابع الكوكب الرباعية على مقدمة هذا الشوط. ولكن
لكن أرى هني وافي بدأ يتسلل، بدأ يتسلل في هذه اللحظات. وافي وانهيار بن حمد، بن هيام بن سالم العمري. يا سلام يا سلام، التحديات مثيرة، ولوحة الإعلان غادرناها، غادرنا لوحة الألف والميتين متر النهائية. يا سلام، وشاهين على الصدارة، شاهين على مقدمة هذا الشوط. واللحظات الأخيرة بنقول بعد المغادرة، بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير، شاهين على الصدارة بدون أي أوامر. تذكر حتى هذه اللحظات بهذا الشعار، شعار نايف بن عبد الله ألف هيدة المري، من ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن أرهني أيضا مكفي مع المركز الثاني، حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي، والقدوم القدوم. يا سلام، أرهني وافي انهيان بن حمد بن هيان العامري ينطلق مع المركز الثاني، وشاهين يسيطر، شاهين يسيطر على المقدمة، على المقدمة. يا سلام، ولكن أرهني وافي، أروفي. يا سلام، وافي أيضا بعهودة مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي المثير. يا سلام، التسلل التسلل، وجاوز يمجاوز وافي وافي وافي، وفى بعهوده وانطلق بناموس هذا الشوط. انهيان بن حمد بن هيان العامري ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة مع الأداء المثير اللي قدمه وافي، وهو يباعد يباعد المسافة، يباعد المسافة في اللحظات الأخيرة. سلوب سلام يا الهير، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز، مع العرض الرائع اللي قدمه وافي. تهانينا تهانينا من الأعماق أيضا لمالك وافي، ولحظات بصوله إلى خط النهاية. انهيان بن حمد بن هيان العامري على فوز وافي بالمركز الأول، لحظات الوصول والاغتراب من خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، يصل إلى خط النهاية. تهانينا تهانينا لانهيان بن حمد بن هيان العامري اللي وصل مع المركز الثاني، يصل فيه النايب بن عبد الله الفيدة المركز الثالث، لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري المركز الرابع، غازي لمحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي المركز الخامس. المركز الخامس ايضا امصيحان لعبد المانع بن حسين بن مانع بن دواس العجمي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول وافي الى خط النهايه بعد ما قطع مسافه 8 كيلومترات في 13 دقيقه 24 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك وافي انهيان بن حمد بن هيان العامري. هذه هي لحظات الوصول ايضا. المركز الثاني، هذه هي لحظات الوصول 13 دقيقة 36 ثانية وخمس اجزاء من الثانية. تهانينا لنايف بن عبد الله الف هيدة المري، واللي ايضا وصل مع المركز الثالث. اللي وصل مع المركز الثالث منجم لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 37 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية.